السلام عليكم. اليوم فيديو جديد وفلوغ وانبوكسين وبنشماركس في فيديو واحد، تبعوا. نخليكم مع الرحلة ولا الفلوغ ونرجع، ما تروحوش، وما زال كان حوايج مليح. جرب في فلان نفسية. تركيز مركز الطهارة فاكين بان انا ان الكارت جرافيك جي تي اس جي تي اكس 1050 او ملتي كونتين 50، وحجم ليها من جيجا بايت، فيها روندر فورس و اوفر كلوكن اديشن، وسيبورتي فيها 2 جيجا في رام، سيبورت 4K 60 جيجا هرتز 60 هرتز و 1841 ميجا هرتز اوفر كلوكن مود، و 1316 ميجا هرتز في جيمين مود. حاجة مليحة دير 23000 زملاير و 300 دينار جزاء. قلنا لكارت مير MSI H110 برو، فيها تسيبورتي 6ème جينيراسيون سكاي ليك 11 سيكونتي سوكت تاعها، فيها دو سلوت ميموار دي ار 4 و USB 3.1. قلنا الباور سبلاي 350 واط من كولر ماستر، حاجة اوريجينال ومليحة. وثاني CPU نسيت ما قلتوش، هو اي 3 سيزيام جينيراسيون 6100 سكاي ليك، و 3.7 جيجا هرتز السرعة تاعها. هاي نخليكم مع بنش ماركس و التيستين تاع لي جو.
whatever they have on me, it's all bullshit. And I'm sick of getting harassed. He's going in the hot aisle. It's at least 120 degrees in there. Give the man props. He's going the mile.